أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 26 خمسة القمر ما زال موجود في السرطان في منزلة الطرفة وهي منزلة شوي صعبة هي للمضرة وللمشاكل تأثير القمر على كافة الأبراج لما بيكون القمر موجود في برج السرطان بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صورة تذكارية في ألبوم يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أنه في هاي الفترة بنشعر بحافز لالتهام الطعام أكثر علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم شوي بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة او شجيرة الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا زاوية واحدة اليوم هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة واحدة واثنين واربعين دقيقة عصراً بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بالمجالات الفنية والديكور والتجميل أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في السرطان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 27 خمسة رح يكون في تمام الساعة واحدة وست دقائق فجرا ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وثلاث وثلاثين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الأسد اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال اربع ايام في تمام الساعة خمسة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بصير خمس ايام نسبة الاضاءة ثمنتاش في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة مزاجها منتحس القمر في السرطان حتى سبعة وعشرين خمسة المزاج سعيد عطارد في الجوزاء حتى يوم ثمانية وعشرين خمسة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء تتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجها منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين بيرجع للجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية بعدين ببدا عمليه التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين ببدا عمليه التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى أربعة عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء إنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم حاذر التصرفات العدائية ما تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعاني من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمال أو كلام جارح اما بالنسبة للبيت الاول فالبيت الاول تقريبا روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ولكن يعني بدك تتجنب انت هزات البدن او التعب او الارهاق انه ياثر على نفسيتك اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا يعني هو روتيني ولكن انه بتكثر في بعض المصاريف او الدفعات او بعض المستلزمات المالية أو الفواتير الطارئة أو أشياء لها علاقة بالحسابات بتظهر خلال هذا اليوم. أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت في نوع من أنواع الحدية موجودة عندك بطباعك، في نوع من أنواع العصبية طبعا أه يعني شوي بدك تمسك اعصابك اثناء تنقلاتك بدك تدير بالك من الانفعال تهور أه عدم التركيز اثناء القياده والعصبيه اثناء المناقشات والحوارات اما بالنسبه للبيت الرابع فكما ذكرنا في بدايه التوقعات بالنسبه للبيت الخامس تقريبا على المستوى العاطفي الامور شوي جيده ولكن انه برضه بيغلب عليك التقلب المزاجي خلال هذا اليوم فعشان هيك في لحظات بتكون ممتاز لحظات بتتحسس لحظات بتعصب لحظات بترجع عاطفي يعني التقلبات المزاج هاي انت اللي بدك تسيطر عليها خلال هذا اليوم عاطفتك برضو جياشة شوي ولكن بتكون جياشة بالاتجاه السلبي يعني ذكريات وعواطف واشياء من هذا القبيل اما بالنسبه للبيت السادس فالامور على مستوى الصحه شوي تقريبا نقدر نحكي انه فيها بعض التازيم الصحي بعض المتاعب بتحس بتوعكات صحيه او تقلبات بعض الاعمال ممكن تتراكم عندك ما تقدر تنجز كل شيء يعني شوي الامور بدها تركيز قبل ما انك انت تشتت حالك في اكثر من عمل أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي موجود يعني ما في هي التأثيرات القوية مثلا اللي نحكي أنها بتخوف أو أنها مثلا إيجابية فبتتعاملوا أنتوا شركاءكم يعني بين الأزواج على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه برضو المصاريف بتظهر في الساحة بعض الالتزامات المالية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالترتيبات المالية ممكن أنها شوي يكون في منها مربك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور على مستوى الاتصالات البعيدة تقريبا يعني زي الأمس يعني ممكن تتواصل مع بعض الأشخاص والبعض الثاني تبقى هيك ماخذ على بالك أو على خاطرك منهم ما بدك تتواصل معهم وخصوصا أشخاص خارج البلاد في منكم ممكن يسمع اما خبر من برا هيك يكون مزعج او انه يصير في مشاحنه ما بينه وبين شخص خارج البلاد او يتضايق من تصرف مع شخص خارج البلاد اللي عنده امتحان او عنده دراسه خلال هذا اليوم وخصوصا اللي في الدول الاوروبيه بده يدرس ويستعد بشكل جيد واحذروا اثناء التنقلات. اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الامور جيدة بتدعمك بقوة فممكن تنجزوا بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكم راح يكون له تعامل مع اخ او جار اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالامور تقريبا ما يعني فيها نوع من انواع الحدية او التقلب في المزاج مع بعض الاشخاص ممكن انه تتقلب بعض الامور او تتخربط عندك بعض الامور يعني ممكن هيك تستفز من شخص معين من معارفك وممكن يكون في موعد للقاء او شيء ويصير في تعطيل معين اما بالنسبه لبيتك 12 بيت المتاعب فالامور برضو ضاغطه فعشان هيك بنقول لك خلال الفتره هاي بدك تراقب وضعك الصحي وبدك تنجز الأعمال الضرورية فقط حاول تأخذ قسط كافي من الراحة وممكن بعضكم يقلق بشأن صديق أو معرفة برج الثور بتنشطوا في أمور التنقلات والاتصالات أهم شيء تكونوا أكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان ، عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العداوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض ، باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة ، ما بتهدأ وتيرتك خلال هذا اليوم من التحركات والإنجازات وكثير من الأمور اما بالنسبه للبيت الاول فانا شايف الامور جيده على المستوى النفسي تقريبا مشحون بطاقه ايجابيه عندك قدره عاليه جدا اليوم انك انت تتحاور ملفت للنظر ملفت للانتباه ممكن حتى انه تلفت نظر الجنس الاخر ليلك اما بالنسبه للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا يعني ضغوطات ماليه او التزامات او بعض المصاريف بتكون عليك يعني في ضغوط ماليه موجوده ومرضو بتكثر المصاريف في هاي الفتره اما بالنسبه للبيت الثالث فكما ذكرنا في بدايه التوقعات بالنسبه للبيت الرابع ما زالت الامور على مستوى البيت يعني ضاغطه شوي فبتسبب لك بعض التوترات او العصبيه او سوء تفاهم او حساسيه من موقف معين او اشغال واعمال كثيره بتكون مرهقه أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأمور روتينية بتتعامل على طبيعتك ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني عواطفك هي هي بنفس طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس بدك تراعي أعمالك خلال هذا اليوم حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنه برضو بالمقابل أنك تدير بالك على وضعك الصحي والتقلبات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالأمر برضو على مستوى الشراكة روتيني فعلى طبيعتكم تتعاملوا على مستوى الشراكة في منكم ممكن يحتد او يعصب من موقف ممكن انه ينتج منه هو للشريك للزوج او الزوج يعمل شيء معين هيك فيستفزك او يستثيرك اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور تقريبا على المستوى المالي المشترك الاموال المشتركة برضو في نوع من انواع الصعوبات او بتظهر بعض المصاريف او الالتزامات او الفواتير او الدفعات خلال هذا اليوم اللي منها ممكن انه يأرقك. اما بالنسبه للبيت التاسع فبرضه على مستوى الاتصالات البعيده تقريبا الجو روتيني ولكن انه بدك تدير بالك انه مش اي شيء بتسمعه تستفز وتتعاطف معاه بدون ما تتحقق منه، لازم تتحقق منه على اساس انه بلاش يكون واصلك المعلومه غلط في عصبيتك تروح يعني بس انها تختلق مشاكل وبعدين انت اللي تطلع غلطان اللي عنده امتحان طبعا او عنده اوراق قانونيه خلال هذا اليوم بده يرتب اوراقه بشكل جيد الا طبعا اللي في الدول الاوروبيه اللي عندهم اعمالهم وامتحاناتهم وهاد بدهم يستعدوا بشكل جيد اما بالنسبه للبيت العاشر فتقريبا الامور جيده على بيت السمعه بتدعمك بشكل جيد تعمل نوع من انواع التوازن ما بينك وبين العلاقات او المعارف او زملائك في العمل او رؤسائك في العمل وممكن يظهر امر له علاقه بالعمل يكون مفاجئ وبرضه يكون في خبر جيد اما بالنسبه للبيت 11 فبيت الاصدقاء ممكن اليوم يكون في بعض اللقاءات او زيارات او الامور الاجتماعيه اللي بيكون فيها نوع من انواع التودد والتقارب وفي منكم رح يتصل مع اصدقاء او يتفقدهم او هم بدورهم يتفقدوا اما بالنسبه لبيت المتاعب فبدك تدير بالك حاول انك تنجز الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا اليوم راقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تراكم الأعمال عليك وما تحاول أنك تنجز أكثر من عمل مع بعض عشان ما تخرب كل الأعمال يعني بدك تركز بشكل جيد. برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية خففوا من النفقات بتناقش مواضيع تمويل أو قروض أو ممكن تحصل على تسوية أو يعني ما كنت تحلم فيها بالفترة الماضية بتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح وجهة نظرك أمام أي سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الأول على المستوى النفسي تقريبا متقلب أو مضطرب أو نحكيها قلقان من إشي معين ممكن اليوم هيك لك في هذا الجو تقريبا اغلب النهار بدك تدير بالك ما تحاول انك انت يعني تستفز اللي حواليك بسبب القلق هذا او تاثر على اللي حواليك فينعكس هذا الموضوع عليك اما بالنسبه للبيت الثاني فكما ذكرنا في بدايه التوقعات بالنسبه للبيت الثالث تقريبا يعني نشط بالحركه وبالاتصالات ولكن كثيره هي الاخطاء فعشان هيك بدك تدير بالك من الاخطاء او من التسرع بالحكم او ردات الفعل السلبيه او العصبيه على اساس انك ما تفتح مجالات صعبه او تعمل اشياء ما المشاكل حواليك او تسبب لك يعني نوع من انواع الضغط اللي ممكن مشاكل انت بغنى عنها اثناء تنقلاتك بدك تنتبه أثناء القيادة أو أثناء التحرك من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأمور روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك الأجواء هادية في نوع من أنواع التأقلم مع أفراد العائلة وهي الأجواء تقريبا يعني بطبيعتك بتمشي فيها أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي في تقلب عاطفي موجود عندك يعني في بعض المشاحنات بعض الضغوطات هاي بأسباب طبعا الزهرة اللي بتراجع عندك وبرضه البيت الخامس يعني شوي هدول بحدث بعض الضغوطات عليك فعشان هيك بدك تدير بالك ما تحاول تختلق المشاكل أو تتحسس من تصرف الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الصعوبة أو بعض الأعمال اللي بتكون صعبة أو ما بتقدر تنجز كل الأعمال خلال هذا اليوم أو بصير في نوع من أنواع التشتت الذهني عندك وفي منكو رح يشعر ببعض التوعكات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى بيت الشراكة تقريبا روتينية ولكن في ساعة الظهر بتكون ديروا بالكم من ردات الفعل السلبية أو العصبية أو المشاكل ما بينكم بين الأزواج اما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا على مستوى الـ الـ الاموال المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل المالية او تكثر عندك بعض المشتريات او المصاريف اللي ما إلها داعي بدك تراقبها بشكل جيد امسك ايدك ورتب فواتيرك بشكل ممتاز بدون ما تتهرب من الالتزامات. اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونية او معاملات او تنقلات يعني كل الامور ايجابية. اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ضاغط عليك فعشان هيك بنقول لك دير بالك ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة ما تحاول تتسرع بتصرفاتك ما تختلق المشاكل ما بينك وبين زملاء بالعمل او رؤسائك بالعمل. يعني بدك تحافظ على سمعتك قدر الامكان اما بالنسبه لبيت الاصدقاء فشوي الامور فيها نوع من انواع التقلب في بعض العلاقات او من بعض الاشخاص ممكن يتقلبوا بطبيعتهم او ممكن انه يخذلوك في مساله معينه اما بالنسبه لبيت المتاعب فالامور جيده فممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا اليوم وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقه اما بالراحه او إيه لها علاقة بالصحة صحتك أو صحة أحد المقربين لا إلك. برج السرطان طبعا القمر بما أنه موجود عندك معناته اليوم تقريبا غطى على كل برج السرطان أنتوا اليوم مشحونين بنشاط وحيوية وقادرين على إنجاز الكثير من المشاغل ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء الأجواء تقريبا واعدة واعدة بحسم إيجابي يعني إشي لصالحكم أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة تحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة بتعيد النشاط لحياتك اليومي تعتبر هاي من أفضل الفترات خلال طيلة الشهر اللي مضى اما بالنسبه للبيت الثاني فالامور على المستوى المالي تقريبا روتينيه في بعض الالتزامات او المصاريف بتظهر عند ساعات الظهر او رغبه بالمشتريات او بالدفعات حاول انك انت يعني تتصرف على الشيء الضروري فقط لا غير بدون ما تكون المشتريات غير ضروريه في منكم راح يحصل بعض الاموال اللي بتيجي على شكل هبه او مساعده اللي على راس عملهم ممكن من عمل اضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط له علاقة ببعض الأمور يعني عصبية وحدية بدك تدير بالك أثناء تنقلاتك وأثناء نقاشاتك ما تحاول تتهور أو تعصب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو الحدية فعشان هيك بدك تمسك حالك ما تحاول انك تتحسس او تفرض رأيك على احد افراد العائلة او انك انت تتجارة مع مشكلة معينة في البيت فانت تكبر الموضوع اما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الاجواء روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ما بينكم ولكن في ساعات يعني بنقول هي ساعات الظهيرة ممكن يصير في اما حساسية من موقف معين او ذكرى معينة تسبب لك نوع من الحزن او يعني ردة فعل سلبية هيك من تصرف للحبيب يزعجك اما بالنسبة للبيت السادس فالامور ضاغطة شوي ممكن تسبب لك بعض التوترات خلال هذا اليوم ممكن ما تقدر تنجز كل اعمالك ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او تشعر بالتعب من انجاز الاعمال وبرضه بدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة إلى بيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية تقريبا الأجواء إيجابية بدعم العلاقة العاطفية ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بين الأزواج وممكن يصير مصالح معينة أو تقارب في وجهات النظر أما بالنسبة للبيت الثامن فالمصاريف أو الفواتير تقريبا أنت مسيطر على الأمور وقادر ترتب جدول الدفعات أو الالتزامات عليك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور ما زال فيها نوع من انواع الايجابيه في التواصل مع بعض الاشخاص خارج البلاد ممكن يصلك خبر من بعيد يسعدك او اتصال يغير الاجواء عندك اللي على عندهم مسموح لهم بالتنقلات اليوم يعني اجواء جيده ممكن انهم يتنقلوا براحتهم ولكن بدهم يحذروا من التسرع والتهور في اثناء القياده اللي عندهم اوراق قانونيه او معاملات او امتحانات وخصوصا اللي في الدول الاوروبيه بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظ اما بالنسبه للبيت العاشر فالامور جيده على مستوى بيت السمعه فممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا اليوم وفي منكم راح يكون له تعامل مع صديق او زميل او رئيس بالعمل اما بالنسبه لبيتك 11 فالامور تقريبا جيده برضو بتدعمك على مستوى العلاقات والاصدقاء فممكن يصير في تقارب ما بينك وبين بعض الاصدقاء خلال هذا اليوم وفي منكم ممكن يعني شوي هيك يكون في جمعه او حضور او لمة يعني تدخل بعض السعاده عليه ولكن ما تتحسس من اي تصرف اما بالنسبه لبيت المتاعب الاجواء جيده فممكن تنجز الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا اليوم ولكن الأهم انك تدير بالك على راحتك وعلى غذائك وعلى صحتك او على صحة احد الأحبة. برج الأسد طبعا مسيطر التعب عليكم آه ما زالت الأمور انه القمر موجود في بيت المتاعب فهذا بضغط عليكم بشكل كبير انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة ممكن تفشل أعمالك في حصد النجاح ويخيب أمالك ما تأجل أو تلغي بعض الأمور ممكن هي تلتغي لحالها أساسا أو تتأجل حاول أنه أنت يعني شوي هيك تركز بشكل جيد وتسيطر على انفعالاتك أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي تقريبا في لغاية ساعات الظهر بيكون في مصاريف ودفعات والتزامات عليك وهذا إشي ممكن يرقق خلال هذا اليوم ولكن من ساعات ما بعد الظهر الأمور بتصير إيجابية وبتصير الأجواء روتينية وممكن إنه أنت ترتاح نسبياً أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ضاغطة فيها نوع من أنواع العصبية والحدية أهم أنك ما تتهور وما تنفعل وما تندفع خلال هذا اليوم ما في داعي أنك تعصب أو تثور يعني بدك تركز بشكل جيد تخلي في نوع من أنواع الهدوء عشان الأمور تمشي بسلام أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء العائلية جيدة جدا تقريبا إيجابية مدعوم بطاقة إيجابية عالية جدا وفي نوع من أنواع التفاهم العائلي موجود رغم أنه ممكن تظهر بعض المسائل ولكن أنت بتقدر أنك أنت تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور تقريبا جيدة خلال هذا اليوم برضو روتينية ولكن أنت عاطفيا أحسن من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت السادس يعني شوي الأمور الصحية ممكن تكون فيها توعكات صحية بدك تدير بالك وممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة الأجواء إيجابية شيئا ما بتقارب ما بينك وبين الشريك رغم أن الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر إلا أنك أنت بتقدر تدور الأمور بشكل صحيح أما بالنسبة للبيت الثامن مصاريف زيادة وفواتير والتزامات وهذا شيء مرهق بالفترة هاي بدك ترتب أمورك بشكل جيد ما في داعي انك تنفعل او تتهور يعني ركز امورك بتمشي الامور بشكل جيد اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور برضو على مستوى التنقلات والاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد جيدة جدا ممكن اليوم يكون في عندك اكثر من تنقل او اكثر من حركة الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فبرضو الاجواء بتدعمك بقوة فممكن اليوم يعني يصير في نوع من انواع التعامل ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل وممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه والمهمه وفي منكو يعني اليوم ممكن يدافع عن سمعته او عن وضعه بشكل قوي اما بالنسبه لبيتك 11 يعني الامور متقلبه على مستوى بيت الصداقه فانت شوي ايجابي وشوي سلبي ومش عارف انت تعطي الامور ايجابيه زياده ولا تتراجع ولا مين تتواصل معاه ولا مين ما تتواصل معاه تقريبا في هيك شوشره موجوده عندك بتحتد بتعصب بسهوله بترضى بتصالح بسهوله هذا التقلبات اللي موجوده بدك تسيطر عليها خلال هذا اليوم عشان ما تعمل فجوه ما بينك وبين معارفك اما بالنسبه لبيتك المتاعب فكما ذكرنا في بدايه التوقعات برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبك العمل مع مجموعة من الزملاء أو الأهل انت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفهم الآخرين لك وتحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا بلشت الضغوطات تزيد عليك لانه بدأ الان القمر يصير باتجاه برج الاسد فكل ما اقترب للاسد اكثر كل ما كان لانه بيت متاعبك فعشان هيك بتشعر بضغوطات نفسيه وتقلبات نفسيه زياده في خلال الفتره هاي فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقه ايجابيه قدر الامكان وتحاول تنجز كل الاعمال الضروريه خلال هذا اليوم ما تخليها تتراكم للغد على اساس انه بالغد انتقال القمر للاسد فبصير كثير من الاشياء هاي ممكن تتعطل اما بالنسبة للبيت الثاني يعني تقريبا الامور فيها بعض المصاريف او الالتزامات المالية او الضغط المالي خلال هذا اليوم او توترات حسابية هيك ممكن تقلق بشأنها اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور برضو على مستوى التنقلات والنقاشات حادة فممكن تثير عصبيتك او تعصب او تنرفز أو يعني شوي يكون في نوع من أنواع الحدية في الطباع حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تعصب وما تنفعل وأثناء تنقلاتك بدك تدير بالك من الحوادث أو الأشياء الطارئة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف لغاية نص النهار بيكون في توتر على مستوى البيت لغاية الصباح بعدين في ساعات الصباح بتصير الأجواء إيجابية ممكن تصير مصالحة وتتراجع عن قرار اتخذته أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور ضاغطة على المستوى العاطفي تقريبا لغاية ساعات الصباح وبعدين بتصير إيجابية بصير تقارب عاطفي ما بينك وبين الحبيب وممكن مصالحة في أمر معين أو ممكن تراجع عن قرار سابق أو تواصل ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن ما تقدر تنجز كل شيء وفي منكو راح يشعر ببعض التوعكات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور تقريبا جيدة على مستوى بيت الشراكي شيئا ما في ساعات الصباح أو الظهيرة ممكن تصير مصالحة أو تلاطف بالأجواء ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور برضو يعني تقريبا على المستوى الامور المالي ممكن تظهر بعض التسويات او الترتيبات الماليه اللي ممكن تنجزها خلال هذا اليوم او تعالج مساله ماليه كان صعب انك تعالجها او خبر يجيك بخبر ايجابي يتعلق بالوضع المالي اما بالنسبه للبيت التاسع فالامور روتينيه على مستوى اتصالات الخارجيه والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمواضيع قضائيه او تنقلات روتيني على حسب طبيعتك اما بالنسبه للبيت العاشر بيت السمعه فانا شايف الامور ايجابيه ودعمه بقوه خلال هذا اليوم وممكن يصير في نوع من انواع التقارب ما بينك وبين زميل بالعمل او رئيسك بالعمل او انجاز بعض الاعمال الضروريه والمهمه وخصوصا للاشخاص اللي على راس عملهم اما بالنسبه لبيت الاصدقاء فما زالت الامور متقلبه على مستوى بيت الاصدقاء يعني شوي في نوع من انواع التوتر زي ما ذكرناها في بدايه التوقعات حاول انك يعني اذا كان في لقاءات او هذا اهم شيء انه ما يكون في انتقادات ولا في عصبيه خلال هذا اليوم اما بالنسبه لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا بلشت تضغط باتجاه بيت المتاعب فعشان هيك بنقول لك حاول تنجز الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا اليوم وحاول تهتم بغذائك وراحتك وادويتك وإذا شعرت بشيء مقلق يعني حاول إنك تراجع طبيبك. برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل وخصوصا اللي في الدول الاوروبيه او اللي المناطق اللي فيها عمل خلال الايام هاي ممكن انكم تستغلوها ممكن تشعر وكانه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف او بيتعاون معك ما تخشى المواجهه او المنافسه شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح يعني الفتره هاي شويه بتحمل بعض القلق وبعض التوتر حاول انك انت تتجاوزها والامور يعني كرر المحاولة وان شاء الله الامور بتكون جيدة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور تقريبا على المستوى النفسي متقلب خلال هذا اليوم عشان هيك بنقول في قلق وتوتر حاول انك يعني يطمئن إن بالك ممكن انه تنشحن بطاقة ايجابية وممكن تحل بعض المسائل اللي كانت صعبة بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا روتينية انت مسيطر على الوضع بوضعك في صحيح انه في ساعات الصباح في بعض المصاريف او الدفعات الماليه او الالتزامات الماليه اللي ممكن انها شويه تكون منها مؤرق. اما بالنسبه للبيت الثالث على مستوى تنقلاتك واتصالاتك بدك تكون حذر خلال هذا اليوم ما في داعي للمغامره وما في داعي انك تفقد سيطرتك يعني بدك تركز بشكل جيد بتحركاتك او تنقلاتك من الحوادث او الاصابات اثناء التنقلات. وشوي مزاجك وعصبيتك بكونوا متعكرات فبتكون عصبي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى بيت الوضع البيت يعني تقارب عائلي موجود في تفاهم أمور إيجابية بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم وممكن يصير لقاء أو تفاهم جيد ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تسمع خبر يعني أو يصير خبر عائلي شوي يكون إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف إنه الأمور فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي يعني متعاطف زيادة أو قلقان من مسألة معينة أو توتر ما بينك وبين الحبيب. أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال اليوم. صحيح إنه مش كل الأعمال ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ولكن في ساعات الظهيرة تقريبا ممكن تسمع خبر بإنجاز شيء أو شيء يتعلق بالعمل بيكون إيجابي. ولكن بدك تنتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية وعلاقة الأزواج مع بعض شوي اليوم روتينية ممكن في ساعات الصباح شوي هيك موقف حدية أو عصبية أو سوء تفاهم ولكن إجمالا الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الاتصالات البعيدة والتواصل والسفر والامور هاي البيت التاسع برضه روتيني بس بنقول لك انه دير بالك ما ما تتهور وما تندفع كثير وركز اثناء قيادتك خصوصا على الطرق المفتوحة. اما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيت الاصدقاء يعني الأجواء إجمالاً جيدة بالتعاون ما بينك وبين الأصدقاء أو تقارب ما بينك وبينهم، وممكن يصير في تفاهم على مسألة معينة أو لقاء أو دعوة أو حفلة أو اجتماع يعني بيكون مثمر. أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء إيجابية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم، وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالأمور الصحية إله أو لأحد الأحبة. برج العقرب بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالتنقلات البعيدة أو الاتصالات البعيدة كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل لحظات وأكثرها حظًا بتختفي المنافسات والعداوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم شيء إنك ما تقف ساكن اتحرك عشان تحصد مكاسب خلال هذا اليوم. وانا شايف ان اتصالاتك البعيدة راح تكون على اوجها خلال هذا اليوم وفي منكم ممكن يتلقى خبر شوي يوتروا او يزعجوا اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى النفسي تقريبا روتينية على طبيعتك بتتعامل ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي برضو الامور روتينية ما فيها لا ايجابي ولا سلبي ولكن بدك تحذر من بعض المصاريف ممكن تيجي في ساعات الصباح او الظهيرة أو الالتزامات المالية أو الدفعات أو إشي مالي هيك أرقك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور برضو على مستوى التنقلات زي ما ذكرنا بدك تدير بالك أثناء التنقلات بالسيارة أو بالحركة من الإصابات أو الجروح أثناء يعني تصريف أمورك أثناء النقاشات حاول تلتزم الصمت يعني أو الهدوء ما تحاول تحدد أما مستوى البيت الرابع قلق على مستوى العائلة ممكن تقلق بشأن مسألة معينة أو تتوتر أو تكون مشحون بطاقة هيك شوي تكون فيها نوع من أنواع السلبية حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان اعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون مسؤوليات أو التزامات أو بعض الأمور العائلية اللي شوي منها بكون مربك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة في تقارب عالي جدا ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم اجواءك العاطفيه جيده في منكو راح يصير في نوع من التعاون او خبر بتعلق في احد الاحبه او الابناء يعني شوي بسعدك اما بالنسبه للبيت السادس فالامور برضو على مستوى العمل ممكن تضل ضاغطه لغايه ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح الاجواء روتينيه على طبيعتك بتنجز بعض الامور وبعض الاعمال ولكن اهم شيء انك تدير بالك على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية وبيت الأزواج برضو نفس الأجواء روتينية ولكن في ساعات الصباح ممكن يصير في سوء تفاهم أو ردة فعل سلبية أو تحسس من موقف معين من الطرف الثاني شوي يسبب لك نوع من الإرباك أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الاهتمام في بعض الدفعات أو المصاريف خلال هذا اليوم أو الفواتير أو أشياء مالية اما بالنسبه للبيت التاسع يعني مثل ما ذكرنا في بدايه التوقعات اما بالنسبه للبيت العاشر جيد على مستوى بيت السمعه ومستوى تعاملك مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل وتنجز بعض الاعمال الضروريه والمهمه اما بالنسبه لبيت الاصدقاء فهو جيد جدا فاليوم ممكن يعني يكون في انبساط لتعاملك أو تعاونك مع صديق أو تقارب ما بينك وبينه في وجهات النظر أو دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء الأجواء روتينية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم ممكن يهتم بشأن صحي إله أو لا أحد الأحبة برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم الماليه المشتركه رغم النفقات ثم فرصه لمكسب مصدر شراكه او تعويض يعني حاول تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الاوضاع لاعاده بعض الامور لنصابها حاذر مخالفه القوانين والتعليمات ما ترفض اي مساعده من قبل الاخرين ممكن تعالج موضوع مالي او اداري أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمر يعني على المستوى النفسي في نوع من أنواع الضغط أو العصبية أو الحدية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى النفسي فممكن تحصل بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو بعض المستردات المالية أو حقوق أو أشياء هبة مساعدة دعم معين الأجواء تقريبا كلها إيجابية على المستوى المالي صحيح إنه في ساعات المساء ممكن يصير عندك بعض المصاريف ولكن حاول إنك ما تصرف في أشياء غير ضرورية. أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى التنقلات والاتصالات شوي بدك تمسك حالك ما في داعي للحدية أو للعصبية ما في داعي للتوتر أو ردات الفعل السلبية. حاول أثناء تنقلاتك تدير بالك ما في داعي للتهور ركز بشكل جيد خوفًا من الحوادث أو الإصابات. اما بالنسبه للبيت الرابع فالامور جيده شيئا ما على المستوى البيتي ممكن يصير في نوع من انواع التواصل الايجابي او التقارب ما بينك وبين احد افراد العائله او خبر معين يسعدك خلال هذا اليوم اما بالنسبه للبيت الخامس تقريبا الاجواء روتينيه ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بتتعامل على حسب طبيعتك ممكن في ساعات المساء يجيك خبر هيك يسعدك او يكون مطمئن من جهه الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فتقريبا في ضغط ممكن ما تقدر تنجز كل الاعمال الضرورية خلال هذا اليوم ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال وممكن برضو شوي بدك تنتبه لصحتك ولكن في ساعات ما بعد الظهر تقريبا الامور بتصير روتينية اما بالنسبة لبيت الشراكة المالية والعاطفية وبيت الازواج يعني شوي في نوع من انواع الحدية بالتعامل او العصبية او ردات الفعل السلبية وهذا الاشي ممكن يوترك او يسبب لك بعض القلق خلال هذا اليوم يعني بدك تدير بالك ما تتحسس وما تعصب من اي امر. اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور تقريبا يعني مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات. اما بالنسبة للبيت التاسع ممكن تكثر عندك بعض التحركات والتنقلات خلال هذا اليوم او الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او يجيك خبر من بعيد شوي ممكن يسعدك. أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة برضو جيد بيدعمك بشكل قوي ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملاء بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء ف يعني الأجواء جيدة شيئا ما نسبيا ممكن تواصل مع بعض الأصدقاء أو تقارب أو لقاء أو جمعة يعني بتعمل نوع من أنواع التوافق أو التقارب الإيجابي ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكم رح يهتم بشؤون صحية بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار معين أو مسار الأمور أو الخطوات أو تغيير نمط معين يعني ما في ما في أي مشاكل للتغييرات هاي أهم شيء إنك ما توجه انتقادات لأحدهم لا خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الاول فالامور جيدة وبتدعمك على المستوى النفسي يعني بتعمل نوع من انواع التقارب صحيح انه القمر مقابلك مباشرة بيضعفك شوي ولكن اليوم ايجابيا نفسيا انت احسن بكثير يعني وممكن اليوم تنجز بعض الامور المهمة والاعمال المهمة وتكون ملفت للنظر اما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي ممكن انه يكون في بعض الضغوطات المالية او المصاريف او ترتيبات ماليه تكون شوي معقده او يعني تدفع في اشياء او تصرف في اشياء يعني من المفروض انك تقنن مصاريفك اما بالنسبه للبيت الثالث لغايه ساعات الصباح بيكون الجو متوتر وعصبي وما وحاد ولكن من ساعات الصباح بتصير عندك طاقه ايجابيه ورغبه بالحركه والتنقلات والاتصالات اكثر من هذا من اليوم الماضي اما بالنسبه للبيت الرابع فما زالت الامور على مستوى البيت فيها نوع من انواع التوتر او بعض الصدامات او الجدالات ما بينك وبين احد افراد العائله يعني في اجواء متوتره ممكن زياده عمل او مسؤوليات او خلافات اما بالنسبه للبيت الخامس فالاجواء تقريبا لغايه الصباح بيكون فيها نوع من انواع التقلب ولكن من ساعات الصباح بتصير الاجواء ايجابيه عاطفيه فيها نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو تجتهد الزيادة بس يكون يكون العمل مرهق شوي ولكن من ساعات ما بعد الظهر بتبلش الأجواء تصير إيجابية بتدعمك بقوة وبصير في نوع من أنواع التقارب مع زملاء بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال بدك تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا في نوع من أنواع الحدية أو العصبية ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد أو ممكن تتوتر من خبر معين أو يجيك خبر شوي يزعجك خلال هذا اليوم إله علاقة إما بأشخاص خارج البلاد أو أثناء تنقلاتك ممكن يصير معك شيء يزعجك أو ممكن إشي له علاقة بأوراق قانونية أو معاملات. أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وهي بتدعمك بقوة ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يصير في تقارب ما بينك وبين زملاء بالعمل أو رؤسائك بالعمل. أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فشايف برضه في ضغط. فممكن مسؤوليات زياده او اهتمامات زياده او تقلب في اراء بعض الاصدقاء او ممكن صديق يتخلى عنك في مساله ضروريه خلال هذا اليوم. اما بالنسبه لبيتك 12 بيت المتاعب فجيد ممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا اليوم ولكن في ساعات ما بعد الظهر ممكن شوي يصير في اهتمام صحي فيك او في احد الاحبه. برج الدلو بيتراكم العمل عندكم حاول إنجاز ما بوسعك دون إهمال صحتك ما تدخلوا في مو... يعني أو تدخلوا في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير الأولويات إذا دعت الحاجة أهم شيء أنك ما تعاند باكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور فيها ضغط على المستوى النفسي أو توتر أو مشحون بشوية عصبية أو حدية خلال هذا اليوم وهذا الإشي بزعجك أو بسبب لك نوع من أنواع الحدية أو التوتر فحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز هاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور برضو يعني جيدة أو روتينية بنقدر نقول ولكن في دعم مالي أو إشي له علاقة بالمال إيجابي أو سلبي بيصير في ساعات الظهر ممكن أنه يا يجيك أموال يا إما يكون عندك التزامات يعني واحد من الثنتين يا إيجابية سلبية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني فيها حدية بالطباع عصبية ما يعني ممكن منزعج من خبر معين ممكن تناقش بعصبية أو حدية أثناء تنقلاتك واتصالاتك بدك تدير بالك ما في داعي للانفعال وما في داعي للتهور. أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في ضغوطات يعني شوي بتعاكسك بعض المسائل العائلية ممكن مشاكل أو ضغوطات أو يعني أعمال كثيرة مرهقة بتكون خلال هذا اليوم ولكن في ساعات المغرب بتتلطف الأجواء بتصير الأجواء شيئا ما إيجابية. أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية برضو فيها نوع من أنواع التوتر. وهذا بسبب لك نوع من أنواع الحدية أو سوء التفاهم أو ردات الفعل السلبية ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأحبة ممكن تقلق بشأن أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية والأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف في ضغط مالي أو حركة مالية أو محاولة لا يعني لمواضيع جدولي او فواتير او التزامات او دفعات بتكون مرهقه خلال هذا اليوم اما بالنسبه للبيت التاسع فعلى مستوى الاتصالات البعيده والتواصل مع اشخاص خارج البلاد شوي بكون فيها نوع من انواع التقلب لحظات بتكون طبيعي لحظات بدك تتواصل مع اشخاص لحظات بتعصب لحظات بتتوتر لحظات بترجع طبيعي بس اهم شيء الاشخاص اللي في الدول الاوروبيه أو الغربية اللي عندهم امتحانات أو عندهم محاكم خلال هذا اليوم بدهم يركزوا بشكل جيد يجهزوا أوراقهم بشكل جيد وعندهم عندهم امتحانات بدهم يستعدوا ما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة وهذا بدعمك بشكل قوي وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بساعدك بالتعامل أو التعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل وممكن أنك تحقق إنجازات أو يجيك خبر جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فيعني متقلب برضه بالعلاقات أنت اللي بتتحكم فيها على حسب طبيعتك ولكن أنا شايف أنه في نوع من أنواع الحدية أو العصبية في الطباع أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم بشؤون صحية له أو لا أحد الأحبة برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقه معهم إيه اللي بيقدم على فرصه مناسبه اليوم ممكن تكون لصالحه في نوع من انواع المصالحه او تقارب او تسويه معينه او هي وهي فتره جيده للتعارف وللارتباط نشاطاتك متنوعه وثقتك بنفسك عاليه قدرتك على استيعاب الامور ايضا جيده فترة إيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى النفسي فاليوم نفسيتك أحسن في نوع من أنواع التقارب أو حل بعض المسائل أو بعض الخلافات وممكن تطوير على نفسك ترتاح نفسيتك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا بنقدر نحكي روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بعض المصاريف أو الدفعات بتيجي في ساعات الظهر ولكن أنه بتقدر تتجاوزها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والاتصالات بأنواعها اتصالات مع أشخاص أو تلفونات أو كمبيوترات أو شيء له علاقة بالسيارات كلها يعني تقريبا أجواء إيجابية وبتدعمك بقوة ولكن دير بالك من الحدية والعصبية في الطباع اما بالنسبه للبيت الرابع فانا شايف الاجواء جيده ولكن يعني في بعض الظروف البيتيه ممكن التزامات او ضغط او بعض الاعمال اللي بتكون متراكمه او ارهاق او خلاف بوجهات النظر ما بينك وبين احد افراد العائله اما بالنسبه للبيت الخامس فكما ذكرنا في بدايه التوقعات بالنسبه للبيت السادس يعني ممكن تتراكم عندك بعض الاعمال خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنه بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وممكن يعني يظهر بعض المسائل اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة إما صحيا أو تعاطفا معه أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكة تقريبا يعني ما بين بيت الشراكة المالية والعاطفية والأزواج في نوع من أنواع الحدية الخفيفة وهذا بسبب نوع من أنواع التوتر أو سوء التفاهم أثناء التعامل اما بالنسبه للبيت الثامن فهو روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبه للبيت التاسع تقريبا نقدر نحكي انه جيد على مستوى الاتصالات البعيده او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باشخاص خارج البلاد وممكن انك تتلقى خبر شوي يكون ايجابي خلال هذا اليوم من اشخاص بتعرفهم اما بالنسبه للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة هذا بدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى العلاقات فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم راح يهتم ببعض الأمور اللي لها علاقة بإنجاز الأعمال أو تواصل مع زملاء بالعمل أو رؤساكو بالعمل أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور ضغطة شوي فعشان هيك يعني بيت الأصدقاء يعني ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر من صديق معين ولكن إجمالاً ممكن يكون في لقاءات او تنقلات او عزومه او اشياء من هذا القبيل ولكن في شخص معين هو اللي مسبب لك بعض التعب النفسي او مرهقك فكريا بسبب فضوله وتدخله. اما بالنسبه لبيتك 12 فهو جيد بيدعمك بقوه، ممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه والمهمه خلال هذا اليوم، في منكم راح يكون له تعاون مع اخ او جار او زميل او ممكن انك تهتم بصحتك من ناحية تغذية او مكملات غذائية او مراجعة الطبيب. هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء